جيتو شوف اكون جمال. اوكي يا عمري اوكي يلا 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 شوفت شو عملت؟ كنت العبكم لا اطلع لا شوفي بالجرم المشهد لا اطلع بالجرم المشهد بيت تعرف شو عم نلعب؟ شو حجاب هذا ولا شو؟ عم نلعب ان شاء الله شوف انه اللي بيعمل هيك وقف القليلة بياكل بطعمة ثانية كيف طيب عندي حل اوكي اسمعي شو بتعملوا هلا نفس اللعبة بس انا اللي بطعمي كف شو يعني انت كيف طعمي تختك كف لك فهمي علي بيبي افتحي لي مخك ايه يلا فتحته تلعبي هيك اذا وقفت القنينة هيك اوكي ايه ما انت بتضربيها كف انا اللي بضربها كف واذا هي وقفت القنينة هيك ما انت شغلتك لكفه انا شغلتي كف كفه لا ما مناسبني لعبوا مرة جربوها رح تحبوها كثير ما راح تلحقوا تلعبوا الثانية طب شو رايك انت وشيرو تلعب يعطيك وين ماجي اوكي يا شرير شو عم تخطط بلوتوث مود شو بلوتوث مود اسمعك خوف مرتارو اوكي شغلهم بالاوضه ننزل لتحت ولا من فوق شغلهم نحطهم بالاوضه اوضه سفره اوكي تمام واول ما تطلع مرتخانه من الصحله تفوت الاوضه وشغل الغنيه اي غنيه اي تبع جاهزه يلا جاهزه من هلا وطي الصوت وجاهزه يلا جاهزه يلا تعال الولد شرير ما بعرف مين طالع على فكره انت كثير ببقى دور الشر شوف هلا نتصل من سدرة وانا وياك نقعد هون واقوم افوت مطهره بالسوق الغنيه تمام ماشي بس لا تقول لسدرة خلي سدرة كمان هي ماشي بس جهز الغنية أول شيء لازم نوصل ما عرفتك لهالدرجة خبيث انت شو؟ جاهز؟ اسرخ لهم؟ يلا اسمع أنا بدعوض هون أوكي؟ يلا بسمع يلا سيدرا تعو غرفة شو اسمه سيدرا تعي غرفتك سيدرا استنيها تعالوا مع بعض استنيها خليها تروح خوفونا بالبصلة لا ما حدا خوفونا لا لا بجد في شيء شو عرفوا الخطة تعالوا نلعب لعبة هلا اوكي نلعب لعبة جيتو شوف اكون سيدرا طلعت تعرف الفيلم عملها فيها قبل المره انت فيديو يوتيوب استعمالي زين اها عامل عشان هيك انا شو قالت طيب اوكي انت ما دام تعرفي ليش عم تقولي ليش عم تحذري خايفه عليها انا ما بعرف شو بعرف ايش حسيتها لا انت بس ليش عم بتقولي لها لا اسمع قالت لي تطلعنا على الدرج سكري ادنيك ليش بس سكري تعرفي والله نعم الصديقه يا بيبي بجد يعني جد خايفه عليك جايين اثنين تكون اشكالكم حاطين ايديكم على ادنيكم والله انا ما انزعجت كثير بس جلال انزعج ليش ما بعرف ليش الله خلص الغراض اتضايق وراح كان المفروض تمثل عليه انه انت خفتي ليش ما مثل طيب مشيها خليه يفرح انت خاين على فكره ليش بتعرفني انا عامل دايت ايه فشو معناتها المفروض انت ما تاكل وانا عامل دايت لا اسمع انت عامل دايت فيعني فعليا المفروض انت ما تاكل قدام هيك اشياء حبيبي هاي الطنجره خالو افرجيكم طنجره يا جماعه اليوم تشيت داي يا سلام على المحشي خلصت الطنجره ما اعرف شو هذا فاليوم خالو اليوم تشيت داي انا قاعد جنب الطنجره اوكي وهذا نازل هذا صحن الثاني عم ياكله صح وهنا بس المفروض تراعي مشاعري بعدها كيك وما كيك وشيبس عم تجاكرني يا حقير لا دايت خالو دايت جبتني مشان تجاكرني لا دايت انت عامل دايت لتنحف انا عامل دايت لاسمه اه اوكي فانت فعليا عامل دايت وانا عامل دايت طيب ماشي الاكل بيختلف نوعا ما بعدين بنحاسب هاي نازله هاي شو استك انت يا بابي انت تاكل شوكولا ادم صار وقت نوم عشان هذا قد ايه الساعه بعد شوي يلا نص ساعة تانية شو بتعمل بنعمل لك باي باي ها عمري
شوف ها you want to have chocolate you have chocolate يا عمري chocolate اوكي اوكي تكون انتوا اليوم كلها تكون نازلين مجاكره فيني شوفوا ليش عادي يعني مبرق كمان عم تاكلي انت انت اندمجتي شاهد ما فيها تمسك حالها لما يكون في نم 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 برجع وبكرر النام مو مثلك اوكي شوفوا يا جماعة واو 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 على فكرة أنا أصلاً عم بقعد على الطاولة هاي مشان شو؟ مشان ينزل وزني أكثر دايت أنت أنت وضعك غريب صحة بم 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 واحدة ما بيأسه بم 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 شو صار؟ give her a hug hug and kiss يلا صالحية شو حبيبي؟ تروح لعندها هيك بدك تروح لعندها؟ من وين بدك تروح؟ عم تخبى وراي خايفة تعال تعال شو سويت؟ give her a hug give her a hug هاجلة؟ ها؟ شو سويت؟ ضربتها ميرا give her a hug يلا يلا اعطيها hug طيب انا شو دخلني ليش ده صار حقنا بيبي يس البيبي فاق من النوم ومزعوج ماسك ببرونته الفاضي اوكي يا بابا كانت الغرفه شوب عنده ما بعرف ليش انا ما عندي ادم ادم ليش هيك كان عم يبكي شعره طولان بده حلاقة بس نحن مقررين ما نحلق له مو مشان شيء يعني مشان لا مو مشان شيء مشان صحته مشان صحتك مشان صحته على اساس شاهد رح تعمل حلويات صحية خلص فاق ادم رح يحجزها لمدة شو؟ ساعة بتعمله رح يقعد على العادة يفك بفيق مزعوج ومزاجه ما بعرف كيف ميرا صوفي بيبي بيبي يس ليش خليها تصرخ له بيبي خليها تقول آدم ما هي عودتني على هذا الكلام هي عودتني على انه بيبي طبعا عودة انه هي بتعرف انه آدم بس على فكرة جواز ميرا صار جاهز لازم نروح نجيبه انت تروح تجيبه طبعا اكيد انا رح اجيبه انت ولا من سبع مستحيلات تروحي تجيبي لا. بس سووه بسرعة هالمرة ليش ما بعرف ما طول اسبوع 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 ها ميمي هلا فينا نسافر يعني هلا لا لازم اعمل لها اقامتها شو كمان حطالع اشياء وحجج قبل ما نسافر ما شغل طبعا بسيطه حبيبي بيوم واحد شو دخل الاقامه بالموضوع اذا بدنا نسافر مو بعرف ليش صاير انا قلت ما بعرف مهم بس تحط حجج اوكي تسافري على الصين على الصين على السويد على فكره هلا السويد الجو برد 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 I don't care اشتقت البرد برد برد صح اي مس يا لازم طول الصيف انت طيب خلينا نستنى شوي نروح وقت الثلج لا مو لهالدرجة بدي تلج يعني آدم ما شاف السويد ولا شاف التلج ولا شاف أي شيء. Look, it's so big in there. Yes. Slime. تعطي سلايم لأخوها وتشارك على أساس. Look, it's a swan. Yes. It's a baby. It's a good one, baby, small baby. Look at a baby. شوفوا شوفوا معاملة آدم وشوفوا معاملة هن دائما البنات حنونات الشباب وآدم هيك ببعد إيده إنه عرفان يعني بعد عني فهمت ما بعرف ليش هاي لآدم يا عمري لمين هاي يلا جيبني هاي لآدم عطته المقرفة شو عرف هاي مغرفة ولا حبيبي؟ أورنج ما شرط هي بلكي آدم بيحبها وهي ما بتحب هذا اللون أوكي أوكي يلا اليوم فكر بسرعة لما ميرا بتاخد أي شيء أول شخص بتفكر فيه مين؟ لازم وحدة تانية لآدم بيبي بيبي عمري بيبي
بحس ادم شرير معه وهي كثير مو شرير طيبة. لا حبيبي ادم لسه صغير ما بفهم عمره عمره سنه ونص شو بدي يفهم ما بيعرف شيء عم تعلمه لآدم عم تعلم آدم يحكي على أساس ماما ما آدم يلا ماما ماما ما. سي ميمي ميمي يا أبو يا عمري الأم الأم الثانية هاي بابا يلا سي آدم بابا بابا آدم آدم يلا سي بابا